نروح بقى دلوقتي لكرة السلة، وانتهت النهاردة أولى مباريات البطولة العربية للأندية لسيدات كرة السلة رقم 23 المقامة طبعا في تونس بفوز سيدات سموحة على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة 96-45. الشوط الأول انتهى بين فريقي سموحة والشارقة الإماراتي بتقدم سموحة 25-15 لتواصل سيدات الموج الأزرق نادي سموحة التفوق في الربع الثالث والرابع ووسعوا كمان الفارق. بيقع سموحة في المجموعة الأولى اللي بتضم كل من الأمل الرياضي والشرق الرياضي والمدينة الثقافية وشباب الفحيص ومقديشيو سيتي وبجانب كمان فريق سموحة.